عندنا دورة فيما يخص دورة استثنائية كتناقش واحد مجموعة المواضيع، ولكن الموضوع الأهم هو تأثيرات جائحة كورونا وخصوصا الوضعية الصحية المقلقة اللي كتعرفها مدينة طنجة، واللي مع كامل الأسف شفنا الخرجات الأخيرة ديال وزير الصحة واللي ما عطى حتى شي تفسير لهذه الوضعية الصحية، ولماذا الوباء مدينة طنجة في المراحل الذروة ديالو، بعد ما أننا كنا في مدينة طنجة السباقين إلى أخذ احتياطات، والجميع كان لا ساكنة ولا كمسؤولين ولا سلطات ولا مجتمع مدني أنه كان حارس جدا على أنه تكون نهاية الوباء عن قريب جدا، إلا أننا تفاجأنا أن وزير الصحة يقول عن أن وضعية طنجة هي مخالفة لمدن أخرى، إلى درجة أنه نسى الاسم ديال المدينة وربما تناسى وربما قصد عن عمد عدم ذكر مدينة طنجة، إلا أننا نحمل المسؤولية لوزير الصحة لآل الوضعية التي آلت إليها محاربة الوباء، لأنه لا يعقل على أن الدعم الصحي أتى مؤخرا لمدينة طنجة، وكان لزاما على أنه يكون الدعم ديال الأطر الصحية المحلية اللي عملت عمل جبار طيله 4 شهور انه يكون في البدايه وليس في النهايه، بالتالي اننا نحمله الوضعيه الحاليه التي وصلت اليها مدينه طنجه، نحمله الوفيات الكثيره اللي وقعت في مدينه طنجه بسبب عدم وجود اسره ديال الانعاش تليق بمدينه بحجم مدينه طنجه، خصوصا اننا نعلم ان مدن اخرى لها تجهيزات اكثر من مدينه طنجه، رغم ان مدينه طنجه مدينه مليونيه، وبالتالي على انه اولا واخيرا وزاره الصحه تتحمل ما آلت اليه الوضعيه الصحيه في مدينه طنجه. شنو الفرق؟ انا كنتسائل شنو الفرق بين طنجه وبين كازا؟ كازا ما كتسجلش العدد اللي كاين في طنجه، ملي كنشوف الصور الناس اللي خارجه في طنجه في كازا اكثر من اللي خارجين في طنجه. شنو ملي جيتي الى كازا كتقول لك بانه انا لا احنا حققنا عدد ديال التحالف كبير وصلنا طنجه اكثر من كازا، ما بقاتش في عدد التحالف، بقات شنو الاجراءات اللي اتخذتي في تعزيز البنيه الصحيه ديال المدينه؟ ملي كنجي كنشوفوا العدد كيتزاد، ملي كنشوفوا راه ملي كيجي شكون يحل المشكل ديالي ديال المستشفى الميداني؟ ماشي الناس ديال الصحه، السيد والي مستشفى ديال محمد السادس، الصور الاخوان كاملين عندكم، داك الشيء وضع كارثي، الناس اللي رجعت كتبان فيها الاعراض، حنا شنو خصو يدار؟ الناس اللي فيهم الاعراض خصهم يلقاو في غادي يتعالجوا، حنا مشينا كنعملوا التحاليل، الاعداد كيتزادوا، المستشفى الميداني ديال الغابه الدبلوماسيه صاوا او عمر، الناس دابا كيجيو كيلقاو فيهم اعراض فيهم السخانه خصهم يتعالجوا خصهم الانعاش، المستشفى محمد السادس ما كايناش، الوزير جا جوج مرات. شنو دار؟ شنو الاجراءات اللي دار؟ كاين هناك العدم ديال التواصل، السكن ديال مدينه طنجه خصنا من الناس يقولوا لنا شنو هو الواقع، شنو يقولوا لنا شنو الفرق ما بين مدينه طنجه وما بين كازا؟ علاش هذه الاستراتيجيه اللي دارت؟ واش دارت في كازا درتي في طنجه؟ سيد الرئيس، مدينه طنجه ضحيه لمنظومه صحيه مهترئه وتحتضر. سيد الرئيس، مدينه طنجه ضحية البعد المركزي للقرارات المتخذة وللتصريحات السخيفة لبعض المسؤولين. سيد الرئيس، طنجة ظلمت وظلم معها سكانها وعشاقها. دائما كنا نتحدث عن المقاربة التي يمكن معالجة بها الجائحة في هذه المدينة أن يكون لها بعد محلي وجهوي، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، حتى يمكننا أن نتفادى مثل هذه القرارات. وأستغرب من كلام سيد رئيس الحكومة حين قال خلعتني مدينة طنجة، تخلعت من مدينة طنجة. لماذا السيد رئيس الحكومة ما تخلعتيش من لالة ميمونة ومن أسفي كذلك؟ لأنها طرحت واحد العدد كبير من المصابين في يوم واحد، مثل استثناء في جميع النتائج منذ بداية هذه الجائحة. ولكن من أجل الإهمال والتهميش لهذه المدينة حتى نسي اسمها السيد الوزير. سيد الرئيس، إن لفلسفة البعد المحلي في المعالجة له دور أساسي وفعلي، خصوصا سيد الرئيس
أن سكان مدينة طنجة اصطدمت بقرارات مجحفة في حق السيطرة. كما أطلب من الله عز وجل أن يمتع ساكنة مدينة طنجة بالصبر على هذا البلاء، امتثالا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.